بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستكمل مع موقع يسمى بي، ونستكمل مع الكاتبة ميشيل لونغور. طبعا تكلمنا فيما سبق عن فوتيل فير ان بلون افون ديكريغ، هل يجب أن نقوم بتصميم قبل الكتابة. طبعا ذكرنا بأن طريقة سرد الموضوع هي التي تحدد التصميم. طبعا في بداية الأمر نحدد كل النقاط التي سنتحدث عنها، ثم بعد هذا نرتب هذه النقاط حتى لا يكون الموضوع عشوائي، بل علينا أن نحدد النقاط أولا ثم نرتبها، فيعطينا ترتيب هذه النقاط التصميم الذي سنسير عليه. الآن إيكومو أمليوري ستيل، وكيفية تحسين الأسلوب. المقصود والموضوع يدور حول مجموعة نقاط من أجل أن يكون لنا موضوع متقدم. الآن وكيف لنا بعد هذه النقاط، كيف لنا أن نحسن الأسلوب. إيكومو أمليوري ستيل. إذن لو بروميي فوا بوتيتر دو لا ليجي، المجهود الأول يمكن أن يكون هو تخفيفه، هو أن نخفف الأسلوب. كار نوزيك خيفون سوفون دو فاسون لورد، لأننا نكتب غالبا، كار نوزيك خيفون لأننا نكتب سوفون غالبا دو فاسون لورد، بطريقة ثقيلة. كيف ذلك؟ On peut essayer de faire des phrases moins longues et de construction plus simple. On peut essayer. يمكننا. On peut. عندنا لغة pouvoir يعني استطاع أو أمكن. On peut يعني يمكننا أو نستطيع. Essayer. طبعا essayer يعني حاول. إذن on peut essayer. يمكننا أن نحاول. De faire. أن نجعل أو أن نعمل أو أن ننشئ إلى غير ذلك. دي فراز مو لونغ، جملا اقل طولا. علينا في اول الامر الا نضع جملا طويله. اي دو كونستركسيون بلو سامبل، ثم كما نقول وبنايات اكثر بساطه. المقصود هنا وتراكيب اكثر بساطه، يعني نتكلم عن تراكيب الجمل يجب ان تكون اكثر بساطه، ان تكون بشكل عادي وبدون دخول في تعقيدات. En évitant يعني متجنبين. طبعا عندنا لو فيرب ايفيتي، هنا لو فيرب ايفيتي يعني فعل تجنب. En évitant متجنبين les propositions subordonnées. اذا نتكلم عن الجمل التابعه، نتكلم عن الجمل التابعه. Introduite par bien que après que etc، يعني المسبوقه ب bien que يعني رغم ان، après que يعني بعد ان etc وما يشبهها. طبعا سنتحدث عن هاد الأداتين تحديدا بعد هذا الموضوع. إذن لنرى بعض التعقيدات في استعمال هاد الأدوات. لو موديل سوجي فيرب كومبليمون. إذن لو موديل كما نقول النموذج أو المثل، كما لو نتكلم عن جملة كأنها قالب من خلالها سنحدد جملة أخرى. إذن لو موديل سوجي فيرب كومبليمون، إذا نتكلم عن النموذج، إذا نأخذ هنا جملة كنموذج. لو موديل سوجي فيرب كومبليمون، جملة مكونة من لو سوجي يعني الفاعل، فيرب الفعل، كومبليمون كما نقول مكمل، كومبليمون مكمل. طبعا نتكلم عن لو فيرب كومبليتي يعني أكمل. إذا كما نقول مفعول به. إذا نتكلم هنا عن جملة مكونة من الفاعل ثم الفعل ثم كما نقول مفعول به. لو موديل سوجي فيرب كومبليمون، اذا نتكلم عن نموذج فاعل فعل مكمل او كما نقول مفعول به. ايت اون فالور سور، هي قيمه امنه. اذا هذه الطريقه اذا اتبعناها اننا نحاول ان نكتب جملا قصيره بالفاعل والفعل ثم لو كومبليمون، اذا طبعا ستكون هذه الصيغه امنه ولن يحدث فيها الكثير من التعقيدات. Mieux vaut ne pas utiliser non plus trop de participes présents ou de verbes à la voix passive. Mieux vaut من الأحسن، هذا le verbe valoir. إذن كما نقول من الأحسن أو من الأفضل. Ne pas utiliser non plus. Ne pas utiliser بألا نستعمل. Non plus بالمرة. Trop de participes présents يعني الكثير من les participes présents. Le participe présent بحال اللي شفنا دابا تماما كما رأينا الآن. En évitant يعني متجنبين. ما معنى متجنبين؟ يعني أننا نقوم
بعمل وفي نفس الوقت متجنبين، يعني أننا نقوم بعمل آخر موازي للعمل الأول. إذا نتكلم عن حدثين يقعا في نفس الوقت. إذن لو بارتيسيب بريزون او جيرونديف بريزون، إذن يسمى لو بارتيسيب بريزون او جيرونديف بريزون جيرونديف بريزون، est formé de la préposition en et du participe présent du verbe. يعني أنه يتكون من la préposition en et du participe présent du verbe. ومن لو participe présent du verbe. طبعا كما نرى هنا كما لو أن هناك participe présent داخل participe présent آخر. في الحقيقة نحن نتكلم عن لو participe présent أحيانا يكون بدون هاد أن. في الغالب نتكلم عن لو participe présent مع هاد الحرف أن، وفي أحيان أخرى ممكن أننا نحصل على لو بارتيسيب بريزون بدون هاد أن. لذلك نرى هنا لو بارتيسيب بريزون أو جيرونديف إي فورمي دو لا بريبوزيسيون أن إي دو بارتيسيب بريزون دو فيرب. سنرى بعض الأمثلة التي توضح هذا. لو بارتيسيب بريزون إي أن فاريابل. إذن أولا علينا أن نعرف أن لو بارتيسيب بريزون إي أن فاريابل، يعني أنه غير متغير، يعني أنه لا يتغير مع كل ضمير ضمير كما يحصل مثلا في تصريف الأفعال. إذا لو جيرونديف هو يتكون من أن بلس غاديكال دو لا فورم أفيك نو. نتكلم عن لو غاديكال، نتحدث هنا عن لو غاديكال دو لا فورم فيربال. إذا نتكلم عن أصل كما لو نقول الشكل الفعلي. الأفعال طبعا عندما تصرف في أزمنة معينة مع ضمائر طبعا أنها تأخذ دي تيرمينيزون، تأخذ نهايات في آخر الصرف. مثلا إذا أخذنا لو بريزون لو فيرب دوني مع جو سأقول جودون جودون، ثم تيدون سأضيف أ إس، إيلدون سأضيف أ، نودونون نضيف أو إن إس، فودوني نضيف أ زد على فان، ثم عندنا إيلدون، إذن سنضيف أ إن تي على فان. هذه الأحرف التي نضيفها تسمى ديتيرمينيزون، الأحرف التي نضيفها تسمى ديتيرمينيزون، إذن كما نقول نهايات. ثم المتبقي من الفعل يسمى راديكال، هذا الذي يتبقى من الفعل في أوله يسمى راديكال. إذا نتحدثنا عن أن بلس راديكال دو لا فورم، طبعا نكتب أن ثم نكتب هاد لو راديكال دو لا فورم، ولكن أي فورم افيك نو، يعني أننا نصرف الفعل في البريزون حتى نصل إلى نو، ثم نأخذ فقط لو راديكال دو لا فورم. في حالة لو فيرب دوني مثلا سنكتب لو راديكال دو لا فورم، طبعا أو إن إس سنحذفها وسنضع مكانها ماذا؟ نضع مكانها ان تي بلس ان تي. لو جيرونديف هو ان بلس راديكال دو لا فورم افيك نو او بريزون بلس ان تي. لو جيرونديف تتكون من ان بلس راديكال دو لا فورم افيك نو او بريزون بلس ان تي. اذا عندما نقول لو جيرونديف نتكلم على لو بارتيسيب بريزون، عندما نتكلم على لو جيرونديف بريزون بمعنى اخر نتكلم عن لو بارتيسيب بريزون. اذا كما قلنا انه يتكون من ان بلس راديكال دو لا فورم افيك نو او بريزون طبعا بلس ان تي. اكزامبل امثله طبعا كما راينا قبلا لو فيرب دوني افيك نو نقول نو دونو، نسبقه بحرف ان ثم نحذف او ان اس ونضع مكانه ان تي، فنحصل في النهايه على اون دونو. اذا هذا هو البارتيسيب بريزون الخاص بفعل دوني او لو جيرونديف بريزون الخاص بفعل دوني. مثلا اذا اخذنا لو فيرب فينير، طبعا لو فيرب فينير او بريزون نقول ماذا؟ فينير او بريزون نقول جو فيني تو فيني إل فيني نو فينيسون. اذا نو فينيسون فو فينيسي إل فينيس نو فينيسون. اذا سنحذف او ان اس، سنحذف او ان اس ثم نضع مكانها ان تي، اذا نقول او فينيسون. وهكذا نحصل على لو بارتيسيب بريزون الخاص بفعل فينير. اذا ما هو دور وما هو معنى لو بارتيسيب بريزون؟ لو بارتيسيب بريزون اي تومبلويي كونت إيل يا دو زاكسيون سيمولتاني. اذا لو بارتيسيب بريزون اي تومبلويي، يعني انه يستعمل كونت إيل يا دو زاكسيون سيمولتاني، عندما يكون هناك حدثان متزامنان لي دو فيرب اون لو ميم سوجي، يعني ان الفعلان لهما نفس الفاعل، يعني ان الفعلان لهما نفس الفاعل، يكون عندنا فاعل واحد هو الذي يقوم بهذ الحدثين. هنا في هذه الحاله نستعمل لو بارتيسيب بريزون. اكزامبل كمثال فو مونجي اي فو ليزي لو جورنال، فو مونجي
et vous lisez le journal. يعني أنتم تأكلون وفي نفس الوقت أنتم تقرؤون الجريدة. إذن سنقول هذا في جملة. لكي نقول هذا طبعا سنستعمل le participe présent. نقول ماذا؟ Vous lisez le journal en mangeant. يعني أنتم تقرؤون الجريدة en mangeant. آكلين. آكلين. يعني أنتم تقرؤون الجريدة آكلين. وفي نفس الوقت أنكم تأكلون. إذا أردت أن أستعمل المفردون سأقول ماذا؟ Tu lis le journal. أنت أو أنت تقرأ أو تقرأين le journal, الجريدة en mangeant. بنفس الطريقة en mangeant يعني آكلا أو آكلة. كما نلاحظ بأن le participe présent est invariable, يعني أنه لا يتغير, لا يتغير بتغير الضمير. إذن كما لاحظنا الآن la règle de base pour construire le gérondif présent est de prendre le verbe à la première personne du pluriel de l'indicatif présent et de remplacer la terminaison en s par ant, puis d'ajouter la préposition en devant le verbe. نقول مثلا il est venu en chantant. Il est venu en chantant. Pour construire le gérondif présent, من أجل إنشاء le gérondif présent ou bien le participe présent et de prendre le verbe à la première personne du pluriel. هو أن نأخذ الفعل في الضمير الأول للجمع. Nous هو la première personne du pluriel. Je هذا la première personne du singulier. إذن la règle de base pour construire le gérondif présent est de prendre le verbe à la première personne du pluriel de l'indicatif présent. القاعدة الأساسية لكي ننشئ le gérondif présent est de prendre هي أن نأخذ. المقصود أن نصرف هو أن نأخذ الفعل للضمير الأول من الجمع في الحاضر. المقصود هو أن نصرف الفعل مع الضمير الأول للجمع للمضارع أو الحاضر. Et de remplacer la terminaison ONS par ANT. ثم نعوض ONS طبعا مع نو. الفعل يأخذ في النهاية في البريزون يأخذ ONS. إذن نحن في هذه الحالة سنحذف هذا ONS ثم نعوضها ANT. Puis d'ajouter la préposition en devant le verbe. ثم نضيف أو ثم إضافة الحرف en devant le verbe أمام الفعل. نقول مثلا il est venu en chantant. يعني هو أتى مغنيا. هو أتى مغنيا أو منشدا. طبعا le verbe chanter معناه في البريزون نقول nous chantons. الفعل سيأخذ في البريزون معناه سيأخذ ONS. سنحذف هذا ONS ثم نضع مكانها ANT ثم نسبق الفعل بالحرف أون. طبعا أحيانا ممكن أننا نستعمل le participe présent دون هاد أون. أحيانا يكون عندنا le participe présent بدون هاد أون. نقول مثلا allons de maison en maison يعني ذاهبين أو ذاهبا أو ذاهبة من منزل إلى منزل. هنا طبعا نأخذ ذاهبا من منزل إلى منزل. il mène une opération pour entrer en contact avec les habitants. إذن هو يقود عملية أو حملة pour entrer en contact avec les habitants من أجل التواصل مع السكان. إذن عندنا هنا allons. لم نقول هنا en allant. إذن هنا عندنا allons de maison en maison. ذاهبا من منزل لمنزل. il mène هو يقود une opération pour entrer en contact avec les habitants من أجل الدخول في تواصل مع السكان. طبعا لكي يتواصل مع السكان. نقول أيضا مثلا partons de l'objectif général de la cohérence. Partons de l'objectif général de la cohérence. إذن ذاهبين من الهدف العام للتماسك. المقصود هنا انطلاقا من الهدف العام للتماسك. Les relations mutuelles entre les trois documents sont claires. Les relations mutuelles entre les trois documents sont claires. العلاقات البينية entre les trois documents بين الوثائق الثلاث sont claires أنها واضحة. إذن كما رأينا في المسابق allons de maison en maison يعني ذاهبا من منزل إلى منزل. وهو ذاهب il mène هو يقود. هو يقود une opération pour entrer en contact avec les habitants. Pour entrer en contact avec les habitants. ثم في الحالة الثانية partons de l'objectif général de la cohérence. إذن انطلاقا
ونحن ننطلق ونحن ننطلق من الهدف العام للتماسك. Les relations mutuelles entre les trois documents sont claires. Les relations mutuelles entre les trois documents sont claires. ونحن ننطلق من الهدف العام للتماسك. فنحن نستنتج بأن les relations mutuelles entre les trois documents, بأن العلاقات البينية أو العلاقات المتبادلة entre les trois documents, بين الوثائق الثلاث sont claires, أنها واضحة. طبعا الكاتبة تقول هنا mais vous ne pas utiliser non plus trop de participe présent au do verbe à la voix passive. إذن mais vous ne pas utiliser non plus trop de participe présent. إذن علينا ألا نستعمل الكثير من le participe présent. يعني كما ذكرنا au do verbe à la voix passive. أو نستعمل الأفعال في المبني للمجهول. au do verbe à la voix passive أو أفعالا في المبني للمجهول. طبعا عندما نتكلم على voix passive فد الإطار نتكلم أيضا عن la forme active أو bien la voix active. إذن à la forme active طبعا نتكلم عن الحالة العادية كما نقول le sujet fait l'action. يعني أن الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. à la forme active أو bien à la voix active c'est le sujet qui fait l'action. إذا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. à la forme passive أو bien à la voix passive le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action. الفاعل هو الذي يتلقى الحدث. الفاعل هو الذي يتلقى الفعل أو يحدث عليه الفعل. نقول مثلا un remorqueur. إذا نتكلم عن باطو construit pour remorquer d'autres bateaux. إذا نتكلم عن سفينة construit أن مبنية pour remorquer من أجل جر ورائها. طبعا remorquer المقصود به أنك تجر وراءك. pour remorquer من أجل أن تجر وراءها d'autres bateaux سفن أخرى. إذن تسمى remorqueur. إذا نتكلم هنا عن un remorqueur guide le pétrolier. إذا نتكلم عن سفينة جر guide كما نقول أنها تقود guide c'est le verbe guider يعني في القادة. le pétrolier تقود سفينة نقل البترول حاملة النفط. c'est une phrase active. إذا نتكلم عن un remorqueur. إذا نتكلم عن un sujet c'est lui qui guide le pétrolier. c'est lui qui guide le pétrolier. هو الذي يقود حاملة النفط. ممكن أننا نقول بطريقة أخرى le pétrolier إذا نتكلم عن ناقلة النفط est guidé أنها مقادة par un remorqueur يعني أنها مقادة من طرف سفينة جر. إذا نتكلم عن le pétrolier كأنها هي le sujet كأنها هي الفاعل ولكن أنها تتلقى الفعل. le pétrolier est guidé هي التي يقع على الفعل هي التي تنقاد هي التي تنقاد par un remorqueur من طرف سفينة جر. إذا نتكلم عن فخاز à la voix passive. الكاتبة هنا تنصحنا بأن نتجنب الحالة الثانية من الجملة. بدل أن نقول le pétrolier est guidé par un remorqueur إذا نقول ماذا؟ نقول un remorqueur guide le pétrolier. يعني أن نستعمل لي فخاز à la voix active بدل أن نستعمل هاد لي فخاز هاد الجمل à la voix passive. ثم تقول الكاتبة j'attire aussi votre attention sur le fait que nous utilisons souvent trop de noms abstraits. إذا j'attire أنني أثير aussi votre attention أيضا انتباهكم. المقصود أنني ألفت انتباهكم sur le fait حول مسألة. هنا كما نقول على الفعل. طبعا هنا الكاتبة ستلفت النظر أو الانتباه إلى فعل نقوم به. كما نقول في اللغة العربية أنا ألفت انتباهكم حول مسألة. طبعا بما معناه أنا ألفت انتباهكم حول مسألة كذا وكذا. j'attire aussi votre attention أنا أثير انتباهكم أيضا sur le fait que حول مسألة بأن nous utilisons souvent des noms abstraits يعني أننا نستعمل غالبا des noms abstraits أسماء مجردة يعني أن غير محددة. كلهم التي يمكننا إياها كما نقول كلهم peut remplacer التي يمكننا أن نعوضها par des verbes par des verbes بأفعال. هذه الأسماء المجردة الغير محددة غير محددة في القصد كلهم peut remplacer par des verbes والتي يمكننا تعويضها par des verbes بأفعالين plutôt que de dire. إذن بدل القول plutôt que de dire بدل القول la disparition
كما نلاحظ عندنا هنا اسم أو مصدر لا ديسباريسيون دي ميليو ناتوريل، إذا نتكلم عن اختفاء الأوساط الطبيعية، إي لا بروميير كوز، إذا هو أول سبب دو ليكستينكسيون دو نومبروز إسباس، إذا هو السبب الأول في اختفاء أو انقراض أنواع كثيرة، المقصود عدة أنواع من الأحياء. اختفاء الأوساط الطبيعية إي لا بروميير كوز، هو أول سبب دو ليكستينكسيون دو نومبروز إسباس، هو أول سبب لاختفاء عدة أنواع من الأحياء، إذا نتكلم عن الأحياء من حشرات أو طيور إلى غير ذلك. اختفاء الأوساط الطبيعية مثلا غابات أو مروج إلى غير ذلك، إي لا بروميير كوز، هو أول سبب دو ليكستينكسيون دو نومبروز إسباس، لاختفاء لعدة أنواع من الأحياء. إذا بدل أن نكتب هذا on peut écrire، يمكن أن نكتب on peut écrire que، يمكن أن نكتب بأن de nombreuses espèces certaines مجموعة أنواع، إذا الكثير من الأنواع certaines يعني أنهم ينطفئون، المقصود أنهم ينقرضون parce que leur milieu، لأن وسطهم parce que leur milieu naturel، لأن وسطهم الطبيعي disparaît يعني أنه يختفي. طبعا نتكلم هنا على الverb disparaître، نتكلم على الverb disparaître، c'est beaucoup plus simple، هو أكثر بساطة، هذه الجملة أكثر بساطة، c'est beaucoup plus simple، هذا أكثر بساطة، إذا الجملة أكثر بساطة est agréable à lire، وممتعة في القراءة، non، لا، المقصود أليس كذلك؟ et puis ثم quand vous avez allégé le style، عندما تخففون الأسلوب vous pouvez l'enrichir en diversifiant le vocabulaire، يمكنكم إغناءه وإطراءه en diversifiant le vocabulaire، من خلال تنويع المفردات. كيف لنا أن ننوع المفردات؟ il s'agit par exemple de remplacer des verbes pauvres comme être, avoir ou dire، يتعلق الأمر بتبديل أفعال فقيرة verb pauvre comme être مثل être، avoir أو avoir ou dire أو فعل قال. il s'agit par exemple de remplacer des verbes pauvres، يتعلق الأمر مثلا بتغيير أو تبديل des verbes pauvres يعني أفعال فقيرة comme être مثل être يعني كان، avoir امتلاك. طبعا هذه الأفعال تعني هذا المعنى عندما تكون لوحدها، طبعا هذه الأفعال تعني هذا الأمر عندما تكون لوحدها، وتأتي كما نعرف مساعدة لأفعال أخرى لكي تفيد زمن معين بواحد المعنى معين، طبعا من ضمن الأفعال الفقيرة أدير أو قال. إذن طبعا هذه الأفعال هي كثيرة الاستعمال، لذلك فهي فقيرة، المقصود أنها من كثرة ترددها تصبح معتادة جدا، إذا نعوض بماذا؟ par d'autres بأخرى plus précis أكثر وضوحا. être avoir ou dire ممكن أننا نستعمله في عدة معاني بدون أن تكون محددة في المعنى الذي نريد أن نقصده بالضبط، إذا فهي تصبح فقيرة بمعنى آخر، لذلك تنصح الكاتبة هنا بتعويضها بأخرى. il s'agit par exemple de remplacer des verbes pauvres comme être avoir ou dire par d'autres plus précis، par d'autres plus précis، إذا نعوضها بأخرى أكثر وضوحا وأكثر دقة. طبعا نقول عن هذه الأفعال بأنها plus précis، المقصود أنها أكثر وضوحا وأكثر دقة، d'utiliser أو استعمال. إذا نعوض هذه الأفعال الفقيرة بأفعال أخرى أكثر وضوحا، d'utiliser أو استعمال، المقصود وأن نستعمل مكانها abonition، abonition. طبعا هذه عبارة تقال هكذا abonition، أو نقول عكسها amovation، amovation كما نقول بشكل غير مناسب، abonition كما عندنا هنا براوية أو بشكل مناسب، أو d'utiliser abonition أو باستعمال بشكل مناسب أو براوية les adjectifs يعني الأوصاف أو النعوت les adverbes، إذن كما نتكلم عن الظروف. طبعا نعوض هذه الأفعال الفقيرة سواء بنعوت أو بظروف، ظروف أزمنة، ظروف أمكنة، ظروف الحال إلى آخره، إذا نعوض هذه الأفعال الفقيرة بهذه الأمور المناسبة. سنتحدث إن شاء الله عن هذه الأفعال الفقيرة لا فيغ بوفا في فقرة منفصلة. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.